هي معاناة حقيقية يعيشها السكان حي بالخادم رمضان بمدينة المشرية بالنعامة، معاناة تمثلت في توقف المشروع الخاص بالجهة العلوية للحي منذ سنوات. هذا الحي هو أكبر حي في ولاية النعامة، خدموا التحت وكل بدوا منا في الفوق خلوا النص، ما عرفناش علاش خلوه. رانا في 4 سنين طالبوا في هذا النص باش يلحقوه، لا طريق لا تيتوارات لا ضوء. نهار الفوط يجوا يجاروا ويقول لك يا ودي ردوه لك، هاك يدير من سما نشوفوش. رانا في 4 سنين الجهه التحتانيه خدموها، الوطن ما يطلعوش وغاي هنايا واه رانا جاي رانا جاي. الوالي جا خطرتين وصلبوا لوفه وحنا كاع ما جاش هنا، كاع ما جاش عندنا احنا. اصحاب السيارات يرفضون دخول الحي، فلا طرقات ولا تهيئه عضريه، فمطالب السكان بتدخل والي النعامه اصبح جد ضروري. احنا كسائق السياره الاجره رانا مغبونين في هذا الحي، ما عرفناش الخلل وين راه. كون جا الواحد قاعد يسكن في هذه الجهه ما يقدرش يطلع هذا جوج خطرات ثلاث خطرات في النهار. انشغال السكان يرد عليه المسؤول. كان المقاول تخلى عن المشروع هذا، تم الفسخ مع المقاول وهو الان في عمليه اجراء اعاده الاجراء بالنسبه للصرف الصحي. اما بالنسبه لشبكه الطرق فهي يعني عمليه متواصله وتم اسنادها للمقاول، وهو الان راهو في رانا في ظرف اليوم ان شاء الله نعدوا له امر بالعمل، وفي انتظار ان نستكمل ان شاء الله اجراءات الخاصه باعلان اعاده الاعلان للصرف الصحي وانجازه. وامام تفاقم الاوضاع المزريه لقاطنيي الحي ومعاناتهم مع وضعيه الطرقات الكارثيه، يجدد السكان مطالبهم في انتظار الحلول السريعه.